نحن والاقتصاد من صوت لبنان. مرحبا، منقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نحن والاقتصاد. أعدد وتقديم باميلا إبراهيم كوسيفي يلي بتتابعوه عبر الموجات التالية 100.3 و 100.5 FM وين ما كان بالعالم على vdl.me. الناس لبعضها، هل بعدنا بكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة نقول هيك؟ هل مسموح برأيكم ناس تعيد وناس لا؟ لأنه برأينا الحياة حق لكل واحد فينا. قررنا تكون ضيفتنا السيدة ساندرا خلاط عبد النور، رئيسة ومؤسسة جمعية بسمة. أهلا وسهلا فيك ساندرا. ميرسي باميلا. ساندرا، أنت مش أول مرة ضيفة صوت لبنان وبرامج صوت لبنان وتحديدا البرنامج الاقتصادي لصوت لبنان، لأنه مثل ما قلت بالمقدمة كتير مهم نقول أنه نحن بالاقتصاد عم نشتغل لبعضنا لننمي مجتمع. يعني آخر النهار مش بس بالأرقام، إنما إذا في ناس ما عندهم مجال يأكلوا وفي ناس ما بيعرفوا شو معهم، بفتكر هيدا شيء كتير غلط وقت لما نكون عم نعيش لبعضنا تنساعد بعضنا. بزمن العيد اليوم، هل الناس برأيك بتشعر ببعضها؟ هل بسنة 2016 مع كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية يلي عم نقطع فيها وتقطع فيها المنطقة، هل بتحس أنه بعد في ألفة، بعد في حب للإنسانية، بعدنا عم نحس بالفقير العايش اللي ما عم يأكل، ما عنده يتدفى، ما عنده يلبس؟ باميلا، سؤالك كتير حلو وسؤالك بمحله، بالأخص بالأوضاع الراهنة حاليا. بنعرف قدي الوضع صعب اقتصاديا على العالم، بس لهيك تنذكر شوي العالم تنعرف في مليون لبناني، يعني تقريبا 28% من اللبنانية تحت خط الفقر. الحد الأدنى 450 دولار بالشهر، وهيدا ما بيكفي حتى تواحد نعرف قدي المعاشات، يعني ما في شيء بيقل عن 500-600 دولار بالشهر. يعني أجار بيته ما معه تدفعه، بعد ما أكلوا ما تطببوا، ما درسوا ولادهم، ما طعموا ولادهم، ما تنقلوا. الوضع كتير كتير صعب، وعم نحكي تقريبا كمان بيقولوا الإحصاءات 350 ألف لبناني بيعيش بأقل من دولار بالنهار. وهيدول الأرقام نحن عم نشهد عليهم، عم نشوف بأقل من دولار، يعني ما معه يأكل. مزبوط، ونحن عم نشوف عيال ما معه تأكل. في كتير ناس عندهم فكرة خاطئة انه لا، مش مزبوط اللبناني ما وصل لهالدرجة. انا بدي اغالط كل هالاشخاص، لانه اللي عم نشوفه على الارض يعني اليوم هلأ بهالسنين غير عن من 15 سنة. مزبوط، من 15 سنة ما كان حدا عم بيموت من جوع، بس اليوم عم نشوف عيال ما معه طعم ولاده، وعم عم بيكبون برات بيتهم لأنه ما معهم يدفعوا الأجار. عن جد أوقات في ناس بتحس إنه ما بقى في شفقة. وصلت مرة لعنا هدي كل مرة كرميل 275 ألف مكسورة عليهم على الأجار، كان بدهم يحطوها برات بيتها هلأ بفترة العيد، يعني ولادها مريضين. بقى نحن أكيد كجمعية بسمة قدمنا المساعدة وكرمال تبقى بالقليلة هالشهر، وكل شهر بشهره بنرجع منشوف. بس قدمت المساعدة ساندرا، بس خلينا نحكي اليوم على نطاق البلد. اليوم إذا بدنا نقارن المساعدات، يلي لأنه أنتم من أحد أكبر الجمعيات الموجودة بالبلد، دونك عندك فكرة قدي في مساعدات عم تتقدم للجمعيات بالبلد إذا بدنا نقارنهم مع السنين يلي قطعت؟ بعد في ناس، بعد في شركات، بعد في مؤسسات، يعني بنشوف قدي عم بيشدوا الأحزمة لأنه في وضع اقتصادي صعب. هل بعد في مساعدات؟ أكيد، يعني لو ما كل هالشركات، ولو ما كل هالمحسنين، لو ما كل هالأيادي البيضاء، لو ما كل هالأشخاص اللي عم بيحسوا بغيرهم وعم بيجربوا هن كمان يرسموا البسمة. يعني نحن شبكة، ما فينا نقول نحن جمعية هيك لوحدنا عم نشتغل، كلنا ايد بايد عم نقدر نعمل نتائج حتى لو صغيرة احسن من مشي. يعني في عيال منقول اوقات لو ما في بسمة او لو ما في غير جمعيات ما كيف كانوا عملوا، يعني ما كانوا قدروا يعيشوا وما كانوا قدروا يعيشوا ولادهم. اكيد الشركات كلها من خلال البروغرام اللي هو Corporate Social Responsibility او CSR هن عم توقف حد هالعائلات وحد هالمجتمع اللي لو ما هن كان فرط من كتير زمان.
بس أكيد خف مستوى المساعدات برأيك مع السنين يلي قطعت يعني. أكيد لأنه المشاكل الاقتصادية عم بتطال الكل، عم بتطال العيال المحتاجة صح، بس عم بتطال الشركات، ومنعرف قدي فيها شركات عم بتسكر وعم بتفلس، يعني كل الناس عندها restriction بالبجت، يعني ما في حدا مرتاح حاليا، سو كل واحد عم بيقدر يعطي قد ما عم بيقدر يعطي، يعني هذا اللي عم بيخلي بعد المجتمع يضل واقف على إجريه. برأيك بعدنا فينا نقول انه الناس لبعضها بلبنان، يعني لأرجع المقدمة تبعي انه بتحس الناس بتشعر ببعضها ساندرا، بس تطلعي صرخة، بس تقولي في مشكل معين، الناس تركض عليك وبتقول بدنا نوقف حديك. تنرجع للمقدمة، ايه بدي جوابا على المقدمة صح. يعني نحن كبسمة كل السنة عم نشتغل بالكوربوريت سوشيال ريسبونسابيلتي مع كل هالشركات. في شركات بتقدم مصاري، في شركات بتقدم مواد غذائية، في شركات بتقدم متطوعين، في شركات بتشترك مثلا بتشتري من المنتوج تبع الجمعية كرمال تعطي هدايا بآخر السنة لزبوناتها. كل هيدا بيساعد، يعني كلهم عندهم حس الإنسانية وعندهم مسؤولية اجتماعية عم بحسوا فيها. ما بقى في شركة ما بقى عندها الـ CSR، وكلهم على طريقتهم عم بيساهموا، وفينا نقول انه بعد في امل من وراء كل هالناس اللي عم تجرب حتى لو باشياء بسيطه، اوقات بجمعوا ملابس، بجمعوا مواد غذائيه، كل هيدا بيساعد، ما في شيء ما بيساعد. اليوم بالشركات بتحسي كمان اليوم الشركات بتحس بموظفينها، يعني مع الارباح يلي بتعملهم عم بتوزع على المحتاجين، انما كمان عم بيذكروا هالناس يلي معها شواطي، عم بيساعدوا، عم بتسمعي حواليك بتشوفي، يعني هل مسموح ناس بتشتغل تكون كمان ما عم بتقدر تكفي الشهر، ما عم بتقدر كذا، يعني قد ايه عم بتشوفي منهم وبتسمعي منهم الناس اللي بتشتغل بدها مساعده؟ صح، لانه المعاشات ابدا ابدا يعني ما عادله بالنسبه للاسعار اللي نحن بنعرف بالسوق كيف، يعني لا اكيد كمعاشات كل الناس طالعه الصرخه، وبنعرف انه الحد الادنى 450 دولار، هذا لازم يشتغلوا عليه، ما بقى معقول يعني 450 دولار ما بتعمل شيء. انا مره حسبناهم كجمعيه، جربنا نعمل شيء ايكونوميك، كان وقتها عملنا دراسه انه اقل شيء اذا واحد موظف ما معه سياره، يعني اذا بتنقل بالسيرفيس، واذا اقل شيء يعني ابسط الامور بده يشتري ربطه خبز، بده يعمل كذا كذا كذا، بعد ما ظهر وما عمل شيء، اذا بس المينيموم بده مينيموم 1000 دولار بيكون بعد ما عمل الاشياء الاكسترا، يعني ما راح نحكي مسنين، ما ظهر، ما تغدى برا، ما غدى اولاده، يعني المينيموم اذا بده يشتري ربطه ويتنقل يروح على شغله كل يوم، يعني يجيب بونبون غاز على البيت، اشياء البسيطه، يعني الحد الادنى لازم اقل شيء يكون الدوبل عن اللي موجود هلا. مع كل الصوره يلي صورتي لي اياها، برايك يعني ببلد مثل لبنان ما عندنا حرب على ارضنا، انما نحن بمنطقه فيها حروب طبعا، قدي يعني اليوم في حرب انه الانسان بلبنان وقيمة الانسان تتقدم، يعني نشعر اليوم نحن لورا مش لقدام اجتماعيا قبل ما اقتصاديا، يعني هيدي الصورة مع السنين، يعني 2015 قلت انا عم نختم سنة كتير صعبة، اليوم 2016 عم نختم، فينا نقول عم نختم سنة كارثية من تاريخ الانسانية بلبنان. صح يعني صراحة انا عشت كل الحرب، انا خلقت بالحرب وعشت كل الحرب، ومن يومين كنت عم بقول صح انه ما في حرب بالبركة بالمدافع هلا، بس بتخيل الاوضاع الاقتصاديه اللي عم بمروا فيها، يعني يا محلى الحرب، العيال يعني حالي بالويل، كل الجو بالمنطقه عم بياثر علينا، اللاجئين اثروا كثير على اللبنانيه، يعني يا ما عم بيجوا لعنا على المكتب ناس عم تبكي، يا حطوهم برات شغلهم لانه وظفوا من غير جنسيات، يا ما معهم يدفعوا اجارات بيتهم، بدهم يعني بيحطوا محلهم لاجئين، بيحطوا يعني عائلتين ثلاثة بيدفعوا، مشان هيك الوضع عم بيكون كارثة، لأنه يعني الواحد كيف بيلاقي الكرامة؟ هو من خلال العمل، إذا ما بقى عم بيلاقي شغل وما بقى فيه يشتغل يطلع يعني لقمة العيش، هيدي هون بتوصل لكارثة، وعم نروح من كارثة لكارثة، لأنه الشركات كمان مدخولة عم بيرجع لورا، هن كمان عم بيضطروا يوصفوا من غير جنسيات تيدفعوا أقل، يعني هيدي حلقة مسكرة، يعني سيرك فيسيو ما بعرف كيف رح نطلع منه، لأنه بالأخير نحن كلنا الشركات والعالم نحن كلنا بسفينة واحدة، يعني إذا غرق حدا بالسفينة رح نغرق كلنا، بقى في محل يعني
ما بعرف هيدا أكيد على السلطات وعلى الوزارات اللي لازم تحد، وخصوصا وزارة العمل لازم تعرف تعمل قوانين لهالموضوع، لأنه ما بيصير اللبناني هالقد يعاني وعم بيغرق وما في حدا تيشيله. صح. اليوم لأنه مثل ما ذكرنا بالبداية أنه أنت مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة، قبل ما فوت شوي وأحكي على خبرتكم على الأرض بكتير من المجالات يلي بتعكس طبعا وضعنا الاقتصادي والاجتماعي، إنما بدي أعرف اليوم كثرة الجمعيات، وطبعا كلكم عندكم هدف واحد هو بسبيل الإنسان والإنسانية، إنما ساندرا هل عم تتعاونوا؟ لأنه اليوم ما في منافسة بيناتكم، يعني نحن ما عم نبيع برودكت وعم نركض لحتى نثبت قد ايه قوتنا بالسوق، انما كل حدا منا اذا اخذ حصه بالمساعده هيدا الشيء بيكمل وبيعطي صوره اكثر ايجابيه عن الوطن. صح. التعبان. هل انتم خلقتوا نتورك معين بين بعضكم بين هالجمعيات؟ هل وزاره الشؤون الاجتماعيه ممكن تتعاون معكم بس تكون هالمساعدات بسبيل اكثر عيال ممكنه بلبنان؟ يعني ما فينا بس نساعد تنقول بمنطقه الاشرفيه فقط لغير، او اذا بدنا نروح على منطقه الحمراء فقط لغير، يعني بدنا نساعد بلبنان وبنعرف انه الامكانيات قليلة والطلبات كتيرة، بس ما بدها طبعا جمعيات إلى جانبها تتقدر ضل واقفة على أجريها إلى جانب الشركات والمؤسسات الخاصة يلي بدها تساعد. دولة عم تلعب دورة بهالمجال، أنتو عم تجربوا تلتقوا بمطرح معين تتقسموا وتكونوا منظمين الأمور؟ لحلك نحن كيف نشتغل ببسمة، نحن بسمة لتأهيل العائلات، عنا خطة عمل لكل عائلة كرمال نقدر نوصل. نحن مش جمعية خيرية، نحن بنقول نحن جمعية للتنمية الاجتماعية، لأنه هدفنا العائلة توقف على إجريها وتصير مستقلة ماديا ومعنويا ونفسيا. مشان هيك هيدي خطة العمل مع أهداف على المدى القصير المدى المتوسط والمدى الطويل، ما فينا نتوصل لها إلا ما نمد إيدينا ونتعاون مع غير جمعيات، لأنه نحن ما مندعي نعمل كل شيء. يعني في محل بقلب العائلة فيه بيكون مشاكل عديدة، بتعرف إنه الفقر باب كبير للدعارة وللمخدرات. بقى مشان هيك نحن ما مندعي بدنا نداوي المخدرات والدعارة والنساء المعنفات، هيدا كله في جمعيات متخصصة بهالمواضيع ونحن منتعاون معهم كلهم، منعمل أورينتاسيون يعني بال خطة العمل بالبلان داكسيون تبع العائلة، بيكون في انه على هذا الموضوع بدنا نشتغل مع هالجمعية، على هالموضوع بدنا نشتغل مع هالجمعية، الهدف انه العائلة توقف على اجريها. يعني نحن في كتير جمعيات فيهم قدروا القيمة بهالمجتمع وعم بيعملوا شغل كتير حلو، هن شركائنا بالنتيجة الفعالة اللي عم نعملها على الارض. وهل مفروض يكون في دور مع للدولة طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية؟ صراحة صرت قلتها كذا مرة، والدولة ونحن مسجلين بالدولة من 2003 وكل شيء، يعني كل وراقنا، يعني هنا بيشرفوا على الانتخابات وبيجوا لعنا على المكتب وبيعرفونا كتير منيح، وحتى طلعنا أفضل جمعية لبنانية ب 2015 بفئة تمكين المرأة تحت رعاية وزارة الشؤون والوزارة الداخلية واليو ان دي بي وكل يعني الجهات الرسمية. نعم. إنما هن بيلعبوا دور معنوي فقط، يعني تشجيع معنوي، ولا مرة كان عندهم، يعني نحن ما قدرنا نتوصل لمساعدات مادية من الوزارة الشؤون أبدا ولا مرة، وما بعرف ليه، ولا مرة عملوا هذا الرول اللي حكيت عم تحكي عنه وكتير مهم اللي قلتي، يلعبوا دور اللي يجمعوا ويعرفوا ينسقوا بين كل هالجمعيات من منطقة لمنطقة تنكون شبكة من أقصى جنوب لأقصى الشمال، تكونوا قوية على الأرض. صح. أكثر. نعم. يعني هن لازم يكونوا بالقليلة عم بيجمعوا، إذا ما فيهم ما عندهم إمكانيات مادية بالقليلة نقدر نحن يجمعوا هالجمعيات. بقى نحن بشتغل مع كتير جمعيات وفكرنا نعمل كوميتي ونصير نجتمع، مش حقول كل شهر بس انه بالقليلة كل 3-4 أشهر نجتمع مرة ككوميتي. بهلأ ما عادت صارت لانه بتعرف انشغلنا، لانه انتو بتحسوا مقصرين بمطارح ممكن غيركم يعود هالتقصير. نعم. بعد حلو نتشاور على كتير اشياء، على كتير امور، نحكي بالمشاكل اللي عم نواجهها، اكيد كلنا عنا زيت نوع المشاكل وكلنا نتساعد نتخطيها. يعني نحن بالاخير كلنا منكمل بعضنا، ما في منافسة ابدا، لانه نحن لو ما كل هالجمعيات المجتمع ما في كفة، يعني قد ما في جمعيات عم بضل مش كافة. يعني بقى نحنا هيدي هلأ رجعت تذكرتيني لازم نرجع نقوم بهالمبادرة الحلوة، نقدر نجمع هالجمعيات ونعمل اجتماعات دورية كل فترة وفترة. ساندرا قلتي انه بطلنا مثل 15 سنة لورا، يعني بمطارح كانت الناس ما تصدق وقت لك انت تقولي انه في ناس ما معها تاكل، انما اليوم زاد هيدا الشيء، وبحالات اليأس نحن نعرف تكتر المشاكل مثل ما ذكرتي الدعارة،
بتكتر إذا بدك شبكة المخدرات، يعني بيكتر الانحراف. قدي اليوم على الأرض عم بيكتر هيدا الموضوع، وقدي هيدا الشيء بيعكس الحالة الاجتماعية الاقتصادية الصعبة والكارثية يعني نحن فيها. بديك قلك وين عم ببين أكتر شيء هيدا الموضوع، الانحرافات عم بتبين بالمشاكل النفسية اللي عم نشوفها. يعني نحنا من زمان ما كنا نعمل متابعة نفسية، هلأ ما في عيلة معقول نجرب نساعدها، أول شغلة منبلش بالسوفي بسيكولوجيك المتابعة النفسية، وحتى عم نتوصل ناخدهم عن بسيكياتر أوقات نعمل تخطيط راس وإي آر آم، وعم بتبين أمراض كتير. الفقر والقلة قد ما في عم يولدوا يأس وحرمان وكآبة عند الناس، عم بيوصل لمرحلة إنه في ولاد ما بتحكي، نعمله متابعة نفسية على فترة زمنية طويلة تيرجعوا ينطقوا تيرجعوا يتبسموا. في ولاد، في بنت عمرها 5 سنين جربت تنتحر. في عنا بيات، تعرفي انه في واحد بيرفع سكين على مرته، كنا لو صار له شيء كنا قلنا انه عنف ضد النساء، انما اخذناه عند الحكيم وعملنا له تخطيط راس واي ار ام، وطلع انه عنده مريض يعني، وعم نعطيه ادويه وعم نتابعه. هلا رجع رجلج ورجعنا قدرنا نلاقي له وظيفه، ورجع يقدر يطلع مدخول تيقدر يعيش عائلته. يعني هيدا السويفي اللي عم نعمله بقى كل هالانحرافات. بس ما كان عنده القدره يتحكم لو ما دخلته كمان ساندرا. اكيد ما كان عنده القدره ابدا. وعم نقدم بطاقات تأمين على الصحة لكل النساء، لو ما هالبطاقات ما فيهم يفوتوا يعملوا أبسط العمليات، عم بيفوتوا ويطلعوا ويعملوا عمليات وما يدفعوا ولا ليرة، لأنه عن جد في عيال ما بقى ما تاكل. عم نفتح المطعم، كنا نفتحه مطعم البسمة اللي هو بيقدم وجبات ساخنة مجانا كان للمسنين، هلأ صرنا عم نفتحه للكل وحتى للعائلات. كنا نفتح مرتين أو ثلاثة بالجمعة، هلأ عم نفتح من نهار التنين لنهار السبت كل يوم، وحتى صرنا عم نفتح الخميس بالليل على العشاء، بس الأحد عم نسكر قد ما الطلب، يعني قد ما الناس. بتعرفي في عائلة بعرفها مثلا بيرجعوا أولادها من المدرسة بتعطيهم وقعة، يعني ما بين الغدا والعشاء تما تعملهم غدا وعشاء، يعني شو بيكون الوقعة مثلا أرديشوكة مع حامض وزيت وهيك يعني، أو بطاطا مقلية يعني هيك بيكلوها بالخبز. إنه هيدا أول شيء بيولد كتير مشاكل يعني بنمو الولاد يعني كله بيؤدي لمشاكل. وشوفي الرطوبة بهالبيوت وعم بتشتب قلب البيوت، وأوقات ما في سقف وما في أزان وما في مي سخنة. مشان هيك عنا برنامج ترميم وتجهيز البيوت، ومنفرشهم ومنرممهم بأكملهم. ساندرا، اليوم نحن بنعرف قدي في لاجئين من كذا جنسية، وأكثرهم طبعا من الجنسية السورية. اليوم كترت المصائب على أرضنا ونحن عنا كمان مصايبنا. ما بدي أقول أنه هل السوريين أخذوا مكان اللبنانيين، يعني إذا بدك الفقراء أو المحتاجين السوريين أخذوا مكان اللبنانيين، إنما في روح عند هاللبنانيين. في يعني نسأل هيدا السؤال ومنحسه بالطرقات وبالشارع، أنه مثل ما بمطارح طبعا أخذوا محلهم بالشغل، هل أخذوا محلهم بالمساعدة اللي هن بحاجة لها؟ وهل الجمعيات اللبنانية يعني اضطرت تمد الايد للسوريين، ولا لا انتم اكتفيتوا بس انكم تساعدوا اللبنانيين؟ ونعرف انه ما نكون قادرين تساعدوا اكثر من اللبنانيين. طبعا باميلا رح احكيك بكل صراحة. طبعا هيدا اللي بدنا اياه. اول شيء في شغله عند اللبناني عنده كرامه، وحتى لو هو كتير فقير، وهيدي مشكله، ولانه بعده الفقر تابو، يعني ما بيطلع على الاعلام اللبناني وما بيفرج تعتيره. بالعكس النسوان بترتب بيتها بتفوت، ما بتحس انه ما معهم ياكلوا، بتكون هي مرتبه بيتها وهيدا، لانه نحن ما بنعيش بالخيام، ما بنعيش على الطريق. هيدا مش يعني نحن مش فقراء، نحن عيالنا كتير فقراء، بس ما بيطلعوا على الاعلام، والاعلام ما عم بيضوي، يعني ما عم بيسلط الضوء على هالعائلات اللبنانيه المحتاجه واللي عم تغرق اكثر واكثر ويوم بعد يوم بهالمصيبه اللي هي الفقر. الاضواء كلها على الخيام، وعلى اكيد كلنا ما بنحب نشوف اولاد عم بتموت من البرد على التلج، وكلنا ما بنحب نشوف هدول المناظر، وكلنا عنا حس الانساني، وما في حدا بيشتغل بالجمعيات ما بيشفق، وبالاخص على الاولاد. بس
في شغلة إنه نحن العنصرية بتكون وقت اللبناني بيموت الجوع بقلب بلده وما حدا بيطلع فيه. العنصرية بتكون وقت اللبناني بيطلعوا من شغله تيحطوا غير جنسيات ويقعد يموت الجوع على الطريق وما حدا يطلع فيه. العنصرية تكون وقتها ما معه يدفع أجار بيته أو يدرس ولاده وما حدا يطلع فيه، لأنه المساعدات الدولية كلها عم بتصب للاجئين وما حدا عم بيطلع باللبنانيين. فإذا يعني نحن الجمعيات اللبنانية أقل شيء نعمل أنه نكون عنا لفتة لهالعائلات اللي ما حدا عم بيطلع فيها واللي عم تغرق وما عم تعرف تحكي وما عم تعرف تطلع على الإعلام وما اللي وهي ما عندها صوت. نحن لازم نكون صوتها، نحن لازم نعبر عن اللي هي عم بتعبره. ونحن يعني أنا يا كل يوم بيقولوا لي ليش ما بتساعد اللاجئين، هيك بيجيك فاندز بيجيك مصاري للجمعية. مش رح نغير رسالتنا، نحن 2002 صرنا 15 سنة، نحن رسالتنا نوقف حد العائلات اللبنانية ورح نضلنا واقفين حدهم. نحن مش رح نغير رسالتنا تيطلع لنا مصاري، نحن واقفين حد العائلات اللبنانية. مع انه في كتير جمعيات غيروا وصاروا عم بيساعدوا اللاجئين، نحن ما عم نقول ما لازم نساعد اللاجئين، بس ما بيصير يعني عنا مليون لاجئ، مليونين لاجئ سورية بعد ما حكينا عن غير جنسيات، ونحن 4 ملايين. وينن كل البلاد اللي حوالينا؟ ليش نحن عم نتحمل كل هالعبء ونحن علما انه نحن بلد كتير فقير وعنا يعني عجز، عنا عجز عنا دولتنا عنا دين كتير كبير. وين السلطات كلها؟ يعني مين بده عم بيراقب كان الحدود؟ ليش هيك صار؟ ليه هالقد صارت الكارثة كبيرة علينا وعلى كل العائلات اللبنانية؟ نحن بس هيدا جوابا، نحن بتكون قلة بعد نظر اللي ما بيوقف حد اللبناني كرمال يضل اللبناني بلبنان، يعني ما يموت بقلب بلده وما حيطلع فيه. ساندرا صرختك، انا عم طلع بعيونك كنت انت وعم تحكي، بعرف قديش لانه بيقطع معك قصص بالنهار بتشوفيهم وقديه بتزوري بيوت بتطلعي منها بصير تقولي وين انا، يعني بتكرهي حالك على الاسى يلي عم بتشوفيه. بعرف هاي صرخة من القلب ووجع حقيقي، يعني منه قصة، هيدي حقيقة اللبناني الفقير عم بعيشها. ومثل ما قلتي عزة نفسه لللبناني ما بتخليه يشحد، هيدا شيء كتير أساسي، وهيدا شيء يعني بخلينا أنا وياك عبر هوا صوت لبنان نخلي كل شخص عم بيسمعنا يعرف قيمة خيه الموجوع، وهيدا شيء كتير كمان ضروري. صح، حسينا ببعدنا هاي قيمة نوال وهيدا العيد. رح أعطيكي فرصة تعطيني أحلى قصة قطعت معك بسنة 2016، حسيت أنك عطيتي فرصة لعائلة ورديتي لها كرامتها، وبدي أقول للأسف أنه عم ترد الكرامة وقت اللي بترجع الأحوال المادية أفضل. أكيد بتعرف أنه نحن بعملنا بالأخير قد ما اشتغلنا على العائلة بنشتغل على كل أفراد العائلة من الصغير للمسن، بس آخر شيء أملنا وهدفنا أنه نشوف هالولاد عم بيكبروا وهن يأمنوا مستقبلهم، لأنه بالأخير الأهل قد ما ساعدتهم يعني بالأخير بتضلها محدود المساعدة. وهالسنة بتقولي لي أحلى شيء صار معنا بال 2016 إنه كان في عندي انعزمت على 3 تخرج من أولاد بسمة اللي أنا بعرفهم كانوا كتير صغار، ما بعرف قد كان عمرهم، بس إنه هلأ تخرجوا هالسنة من أحسن الجامعات وبتفوق، وكمان هلأ في واحد منهم كمان حاب يعمل اسيستان سوسيال، يعني اخذنا نحن مثل المثل الاعلى تبعه، سو حب هو كمان يساعد غيره، درس اسيستان سوسيال وهلا كان في مشروع باليو ان دي بي عملوا سيلكشن، يعني اختاروا من 200 شخص 5 سفرون على الكويت وهو بين هدول ال5. بقى هولي مبروك الله يوفقه ميرسي. بقى هولي اكيد بيفتحوا لنا قلبنا ونحن بنفتخر فيهم، وهذا هو الدافع تبعنا تنقدر نكفي ونستمر برسالتنا. سنة 2017 منا مبلشة سهلة ساندرا، مبلشة صعبة، إنما شو بدك تتمني لتنمية المجتمع من سنة 2016 لسنة 2017؟ شو بدك تقولي لمستمعين صوت لبنان؟ تمني تبعي أكيد إنه الأوضاع يعني تزبط، ما بعرف كيف بدها تزبط بأي عجيبة، يعني
لازم الحكام تبعنا هي الصرخة اللي لازم تروح للمسؤولين صراحة، لأنه نحنا فينا نحكي ونق كل النهار، إذا المسؤولين ما بيتحملوا مسؤولياتهم وبيقوموا بواجباتهم وبيعرفوا شو مصلحة لبنان وشو مصلحة المواطن، ما فينا نوصل لمحل. يعني هالمساعدات نحنا اللي عم نقدمها بالأخير، بالأخير نحنا جمعية مش نحنا دولة ونحن مش وزارة. يعني لازم الدولة تتحمل مسؤوليتها كرمال هالجمعيات تقدر تكون عم نكمل دور الدولة مش عم نحل محله. بدي أشكر وجودك معنا اليوم ساندرا، وبدي أتأمل طبعا أنه اللي كان يتجدد بالسنة الجديدة إن شاء الله تكون سنة حلوة على كل الناس، وبدي شجع الناس أنها تساعد بعضها، لأنه بفتكر ما في نجاح حلو وما في سعادة حقيقية إلا عبر خينا الإنسان، أنه ما فيك تضحك إذا لحدك عم يبكي. صح، فخلينا نضحك كلنا مع بعضنا مع صوت عادي. ما هيك؟ أهلا وسهلا فيك. مرسي باميلا على الاستضافة وعلى دايما على دعمك المستمر، وبدعيد لكل المستمعين ينعاد عليهم بالصحة وبالعافية. أهم الأخبار الاقتصادية العالمية واللبنانية لهيدا الأسبوع كانت: تم تعيين رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحول لينضم رسمياً إلى مجلس التوجه الاستراتيجي الجديد للوكيل الجامعي للفرنكوفونية بالعالم AUF بصفته ممثل عن منطقة الشرق الأوسط. على موقع دخول مباحثات التأليف بالصيغة التلاتينية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية مراوحة بالأسعار بسوق الأسهم وتوازن مستمر بالنشاط بسوق القطع، بينما سجلت سوق سندات اليوروبون تقلصات لافتة بالهوامش إثر ازدياد الطلب الأجنبي ونتيجة قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفوائد. صدر عن السفارة الألمانية ببيروت ببيان أعلنت فيه عن تقديم ألمانيا مساعدة للسكان أكثر عرضة للأوضاع الحياتية الصعبة بلبنان بعد مؤتمر دعم سوريا والمنطقة المنعقد بشهر شباط، وقت زادت الحكومة الألمانية بشكل كبير مساعدتها للسكان أكثر عرضة للأوضاع الحياتية الصعبة لتوصل ل 400 مليون دولار أمريكي بلبنان لسنة 2016. رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفايدة من مقدار ربع نقطة مئوية هيدا الأسبوع، وهناك توقعات بتشير إلى تسريع وتيرة زيادات الفايدة العام المقبل بعد أن اقتصرت على مرة واحدة هيدا السنة. هيدا كل شيء كان لهيدا الأسبوع، لقائنا طبعا بجدد الأسبوع المقبل بنفس الوقت، خليكن على الموعد، إلى اللقاء. نحن والاقتصاد مع باميلا إبراهيم قصيفي من صوت لبنان.